بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 176. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة الماضية أكد الشيخ رحمه الله أنه لا يصح شيء فيما ذكر عن الدعاء عند القبور وقصد زيارتها. قال رحمه الله: ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا، كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك. والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون، مع أن محمد بن الحسن هذا قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه، فقال: حدثني عمر بن هارون عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. فهذا إن كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه، فإن أنس لم يكن ساكنا بالمدينة، وإنما كان يقدم من البصرة إما مع الحجيج أو نحوهم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد الدعاء الذي في حق مثله إنما يكون ضمنا وتبعا استدبر القبر. نعم. وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال وعن غير واحد من أهل العلم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت تسكن، وأنه مربع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام تابع لما سبق. نعم. من أنه إذا اختلف العلماء في مسألة ما، فإننا ذكرنا فيما سبق أن خلاف المتأخرين إذا كان مسبوقا بإجماع من قبلهم فلا عبرة بهذا الخلاف. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه إذا لم يسبقوا بإجماع واختلفوا فإن الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما ما روي عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره على جدار القبر ثم جعل يدعو متوجها إلى القبلة، هذا يوافق ما سبق من أنه لا يستقبل القبر بالدعاء، وإنما يستقبل القبلة. وسبق أن الإمام مالك قال: يستدبر القبر ويدعو متوجها إلى القبلة، والجمهور على أنه يجعل المسجد يجعل الحجرة عن يساره ويتوجه إلى القبلة. فصار إجماعا أنه لا يستقبل القبر بالدعاء وإنما يستقبل القبلة، وهذا حاصل الجواب عما ذكر. نعم. ذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال وعن غير واحد من أهل العلم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت تسكن، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة أي جص، والذي يلي القبلة منه أطوله، والشرقي والغربي سواء، والشامي أنقصها، وباب البيت مما يلي الشام وهو مسدود بحجارة سود وقصة. ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر، وعمر بن عبد العزيز زواه لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيها الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا واضح من كلام الشيخ في وصف حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنها كانت في الأول مربعة، لكن الجدار الجنوبي الذي يلي القبلة منها أطول الجدران، والشمالي الجدار الشمالي أقل منه المقابل له، والشرق والغرب أقل كذلك. هكذا وصف حجرة، وأنها كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت مبنية بالحجارة السود، لأن حجارة المدينة سوداء ومخللة ومثبتة بالقصة البيضاء وهي الجص، وأن بابها من جهة الشمال، الباب الأول يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يدخل منه ويخرج كان بابها إلى جهة الشمال، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب. قال رحمه الله: ثم بنى عمر ابن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر، وعمر ابن عبد العزيز زواه لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيها الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولما جاءت إمارة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على المدينة في وقت عمه الوليد بن عبد الملك، زوى الحجرة، يعني جعلها على شكل زاوية من جهة الشمال لأجل أن لا يستقبل المصلون جدار القبر، ولا يكون أمامهم إلا زاوية محرفة لا يستقبلها أحد، وهذا من فقهه رحمه الله. وهذا كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما حدثني عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، وذلك ما فعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله من تزوية الحجرة، جعل الجدار الشمالي على شكل زاوية، حملا بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه يستقبل في الصلاة فإن ذلك وسيلة إلى عبادته من دون الله، فيأتي من يغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما دام الناس يصلون إليه فإنه يدعى من دون الله عز وجل. نعم. وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فلم يكن أحد يستقبله في الصلاة، ولا يزال ولله الحمد كذلك. نعم. قال رحمه الله: فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم. إذا علمنا هذا التاريخ الصحيح، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها قبره وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، علمنا حرص السلف على صيانة العقيدة والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق رغبته ودعائه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وعلمنا انحراف الخلف في أنهم اتخذوا القبور مساجد وبنوا عليها وعصوا رسول الله الذي نهاهم وقال لهم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال ذلك في آخر حياته خشية أن يحذو بعض هذه الأمة حذو اليهود والنصارى، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين. نعم، هذا كما سبق أنه قد يأتي الشيطان فيتكلم على لسان الميت فيظنون أنه هو الميت، وهو في الحقيقة شيطان يكلمهم من القبر.
أو عند القبر فيظنونه الميت من أجل أن يفتنهم ويغريهم بما هم عليه من الشرك والمخالفة. نعم. وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك، فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم. نعم، كونه صلى الله عليه وسلم سمع بعض الناس رد السلام منه، أو أن سعيد بن المسيب رحمه الله سمع الأذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحرة، وهي الوقعة التي حصلت على أهل المدينة من قبل يزيد بن معاوية لما خرجوا عليه، وأنه قاتلهم وأوقع بهم، سمع الأذان، فهذا إذا ثبت فليس مما نحن فيه، هذه تكون من الأمور الخاصة التي تجري، ولكن لا تتخذ قاعدة في القبور أنهم يسمعون أو أنهم يردون السلام أو أنهم يجيبون الدعاء، إنما هذه أشياء خاصة حصلت من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيوقف عندها فقط. نعم. ولا يعارض هذا الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد، أو أنه يدعى عندها أو تدعى من دون الله عز وجل، هذا لا يعارض ما جاء في الكتاب والسنة من النصوص وإجماع المسلمين على منع هذا الشيء. هذه حالة نادرة وفي وقعة خاصة وتكون قضية عين إذن. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس، فإن هذا ليس من هذا الباب. ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف من هذا وقائع. ومن هو هذا الرجل الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي إليه عمر بن الخطاب ويستأذنه في الاستسقاء؟ هذه حالة غريبة وهذه واقعة غريبة ومن مجهول. نعم. صلى الله عليكم. قال: ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعرف من هذا وقائع. نعم. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. هذا سبق في أول الكلام في أول الكتاب ووسطه، وتكرر أنه كونه تقضى حاجة من دعا عند القبر أو دعا الميت أن هذا ليس دليلا على الجواز. نعم. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: فإن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. إذا وقع من أحدهم أو من أعرابي أو من أحد أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضيت حاجته، فهذه لا تتخذ مصادمة لما ثبت وتقرر في الأحاديث الصحيحة بل في الآيات القرآنية أنه لا يتخذ القبر مسجدا ولا مكانا للدعاء ولا مكانا للصلاة، فهذه لا تعارض النصوص الصريحة الصحيحة. نعم. قال: وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك، وفيه من أجيب أمر بالخروج من المدينة. كل هذا كما ذكرنا كلها آثار لا تعارض الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا يجوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. كانت تقع في المسلمين الشدائد وملمات ولم يكونوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يأتونه في حياته ويطلبون منه قضاء حاجاتهم ويطلبون منه أن يستسقي لهم ويطلبون منه الدعاء، أو يستفتونه في الأمور، ما كانوا يفعلون هذا بعد وفاته وهم الحجة. فإذا جاء شذاذ أو ناس مجاهيل وفعلوا هذا الشيء، أنت تعلم أن الناس لا ينضبطون. نعم. فلا يتخذ هذا حجة على هدم النصوص
صحيح. المتقربة المتقررة والصحيحة والثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حماية القبور من أن تتخذ مساجد أو محل الدعاء أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور أو اتخاذها مساجد استهانة بأهلها، بل لما يخاف عليهم من الفتنة. نعم، إذا النهي عن القبور، عن الصلاة عند القبور أو الدعاء عندها، ليس إهانة للقبور، وإنما هو حماية للعقيدة وخوفا على الأحياء. نعم. أما الأموات فإنهم ينهون عن ذلك في حياتهم. من القبور من عبد من دون الله وهو ينهى عن ذلك، المسيح عليه السلام عبد من دون الله وهو ينهى عن ذلك في حياته، وكذلك الرسل وكذلك الأئمة كانوا يجاهدون المشركين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ولم يكن هذا برضا منهم، فهذا ليس حجة ولا يتخذ ذريعة إلى فتح الباب للشركيات والبدعيات، أن فلانا فعل كذا أو فلانا حصل له كذا، وينسون النصوص الصريحة الصحيحة المتواترة، وينسون الإجماع من الأمة على منع هذه المحدثات عند القبور. نعم. السلام عليكم. قال: وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. إنما نهي عن الصلاة عند القبور لا إهانة للقبور أو استهانة بالأموات أو تقليلا لشأنهم، ولكنه لأجل مصلحة الأحياء في إبقاء عقيدتهم وعدم تلوثها بالشرك أو بالبدعة، هذا هو المقصود. نعم. وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء الصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهانها، فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه. نعم، كون قبور الصالحين أو الأنبياء يرى عندها شيء من الكرامات من الله سبحانه وتعالى، مثل رؤية الملائكة أو نزول الأنوار عليها أو غير ذلك مما يكرمهم الله به، هذا لا يتخذ ذريعة لعبادتها من دون الله أو الدعاء عندها، هذا شيء، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فالأموات يكرمهم الله، والمسلمون يحترمونهم ويحترمون قبورهم، ولا شك أن مجاورة أهل الخير والصلاح والدفن معهم أنه يرجى فيه الخير، ويرجى فيه أن الرحمة تعم الجميع إذا نزلت، ولذلك يستحب الدفن في مقابر الصالحين وينهى عن الدفن في مقابر الكفار، دفن المسلمين فيها، لأنهم يتأذون مع الكفار. فلا شك أن القبور فيها أمور، لكن ليس هذا مما نحن فيه من النهي عن الغلو فيها وعبادتها من دون الله والدعاء عندها والصدقات عندها وما أشبه ذلك، هذا شيء وذاك شيء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلها حرمة ولها مكانة، وقد يشاهد عندها من الرحمة ومن الخير ما يشاهده الأحياء، فكل هذا لا يدل على أنها تتخذ أوثانا تعبد من دون الله، وأن الله أكرمهم بهذا وأنزل عليهم ما أنزل من الخير، وقد يشاهده بعض الناس، لكن لا تتخطى النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة في اتخاذها أوثانا أو اتخاذها مصليات أو يبنى عليها مساجد، وتهدم النصوص الصحيحة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغلو بالقبور أو البناء عليها أو اتخاذها مساجد أو غير ذلك، هذه قاعدة يجب أن نعرفها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: كل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها. كل هذه الأمور التي قد تشاهد عند قبور الصالحين من الكرامات والرحمات وغير ذلك،
لا يدل على أنها تتخذ، لا يستدل بها على اتخاذها قبور، اتخاذها مساجد أو مصليات أو تحري الدعاء عندها، ونخالف النصوص التي صحت وصرحت بمنع هذه الأمور. نعم. لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. نعم. فذكرت هذه الأمور لأنها، فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه، وليس كذلك. رحمه الله، ما أحذقه وما أكثر إلمامه بالعلم. رحمه الله. فإنه إنما ذكر هذه الأمور التي تجري لقبور الأنبياء والصالحين من الأمور التي يجريها الله سبحانه إكراما لهم أو معجزة من معجزاتهم، أن هذا لا يتخطى به ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الغلو فيها واتخاذها متعبدات أو الاجتماع عندها أو العكوف عندها، هذا شيء وذاك شيء. نعم. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن تنتاب لذلك، أن تنتاب لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ما لا شك فيه أن الشرع جاء بسد الذرائع، فلذلك نهي عن الاعتقاد في القبور، وأنها يحصل منها لزائرها بركة ويحصل منها نفع لزائرها وغير ذلك. سد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النوافذ كلها إفقاء على التوحيد، فالقبور إنما تزار للسلام والدعاء للأموات فقط، ولا تزار لنفع الأحياء بحصول حاجاتهم أو دفع كرباتهم أو غير ذلك، فإن هذا إنما يطلب من الله وفي بيوت الله سبحانه وتعالى، والمقابر إنما هي مراقد لهؤلاء الصالحين وهؤلاء الأئمة وهؤلاء الأنبياء، فتزار لأجل السلام عليهم والدعاء لهم واحترامهم الاحترام الشرعي. وكما سبق أنه ليس معنى النهي عن اتخاذها مساجد أنه استهانة بها، وإنما هو صيانة للعقيدة عند الأحياء، وليس هذا من، يعني إذا اتخذت مساجد فليس في هذا إكرام للأموات، بل هذا مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يرضون بذلك ويتأذون بذلك وهم في قبورهم. نعم. قال رحمه الله: حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها، ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها، وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر، بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه، يجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، أو كما يقصد مصلى المصر يوم العيدين، بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد. كل هذه المنكرات إنما حصلت من الغلو في القبور، وحصلت مما يسود به الأوراق من دعاة الضلال في زيارة القبور، وأنه يفعل عندها كذا، وأنه يستجاب عندها الدعاء، وأن الاجتماع عندها مشروع إلى غير ذلك. فلذلك رتبوا لها مناسبات في السنة كيوم عاشوراء وغيره يجتمعون عندها، بل ربما يجتمع عند قبر البدوي كما ذكروا وغيره أكثر مما يجتمعون في الحج، ويذبحون عنده من القرابين أكثر مما يذبح في الحج. كل هذا بسبب الدعايات الضالة وترويج الأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأئمة وعلى أئمة العلم، فهذه كلها أمور مكذوبة وخيالات باطلة وتسويد للأوراق ودعوة للضلال ودعوة للشرك ودعوة للغلو في الصالحين. فيجب إحراق وإتلاف هذه المسودات وهذه الكتب المخالفة لما في القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله على خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.